دكتور ثابت، شفت اللقاء ازاي؟ ما شاء الله منتهى الجديه من اول دقيقه لاخر دقيقه، تسجيل 8 اهداف في عدد كبير، كمان الاداء كان ممتع ورائع. بدايه مثاليه لفريق 2005 في دوري الجمهوريه، 8 اهداف، اولا انت استحواذ، سيطره، تسجيل اهداف جماعيه، شوف الجون الاول وجماله في الجماعيه والوان تو الموجود دوت. انا عايز بس مخرجنا يجيب الهدف الثالث والهدف السادس ويربطهم ببعض، وهوري لحضرتك الفكره، بصمه المدرب الواضحه فيه. اكيد هيبقى معانا كل الاهداف وهنحلل هدف هدف دلوقتي. الهدف الثالث والسادس تحديدا شغل مدرب واضح، ان انت بتعتمد على الاستحواذ والسيطره، ومهاجم بينزل للخلف زي المهاجم محمد رافت اللي هو يعتبر واحد او نجم المباراه، بينزل يسقط للخلف تحت ويفتح المساحات لزملائه. لو اتفرجت على الجون الثالث، هو اللي هو سجله الجون الثالث اللي جابه عمرو خالد بيبو، هو بالظبط الجون بتاع عمر سيد معوض. الجون الثالث كان في الدقيقه 34 والجون السادس في الدقيقه 65. بص نفس الفكره، هتلاقي ان مهاجم بينزل لتحت بيفتح مساحه، فده واضح بصمه مدرب. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه، بيحسب للمدرب علاء عبده اكتشاف عمرو خالد بيبو النهارده في مركز جديد بيلعب كجناح شمال، وان هو يسجل هدفين، لعيب عنده سرعات، عنده القوه البدنيه، تطور بدني واضح لعمرو خالد بيبو، واضح ان هو اهتم، بيمثل خطوره كبيره، بيمثل خطوره، وسجل هدفين، عامل ماتش كويس جدا. النهارده بالنسبه لي محمد رأفت ده اكتشاف. النهارده كنا بنقول قطاع الناشئين ما فيهوش رصاصات حربه، او ما فيهوش رؤوس حربه، او ما فيهوش راس حربه طالع، لا، النهارده انت عندك تاحه وعندك حسام عادل، والاكتشاف كمان محمد رأفت النهارده مسجل 3 اهداف وصانع هدفين. يعني مساهم في 5 اهداف، يعلن عن نفسه بقوه في الموسم الجديد. محمد مساهم في 5 اهداف من 8. خلي بالك كان معانا الحلقه اللي فاتت محمد رأفت، كان هو امير علاء، وكان قال انا عندي تحدي الموسم ده ان شاء الله اقدر اثبت نفسي، الفت الانظار بقوه باين، علشان عايز احجز مكان ان شاء الله او اطلع واخد فرصه مع الدرجه الاولى. صحيح. مش حكايه كمان تسجيل اهداف بس، لا، بص على تحركات. محمد رأفت بيتحرك بشكل كويس، بينزل ويفضي المساحات، وحتى لما رجع ده في اخر 10 دقائق، لعب وسط ملعب، لعب ارتكاز، رجع مكانه اللي هو 8، يعني لعب في اكتر من مركز، بدا راس حربه لغايه الدقيقه 80، قدر ان هو يسجل 3 اهداف ويصنع هدفين. الهدفين اللي انا بتكلم عليهم في الجون الثالث والسادس هو اللي صنعهم من خلال تحركه، وان هو بيفضل مساحات. هو ده الهدف معانا اللي انت بتتكلم عنه. ده الهدف السادس. لو رجع، بص هنا برده محمد رأفت هو اللي استلم وفضل مساحه. الضغط كمان، الضغط على الراجل. لا، ده هدف عمر خالد بيبو. الثالث والسادس نفس الاجوان، يعني نفس الفكره برضو. النهارده اكتشاف عمرو خالد بيبو ان هو يسجل هدفين يحسب للمدرب علاء عبده. كذلك تسديدات احمد خالد كباكا احسن لاعب وسط صاعد في النادي الاهلي. ده من هدف محمد الماضي. رافت الهدف، حتى الفينش بتاعه ممتاز، بتاع محمد رافت، مهاره عاليه، عنده كذا حاجه، وتوظيفه كمان من السنه اللي فاتت في راس الحربه نجح فيها. نتمنى بس ان اهم حاجه عقليه اللاعب بقى. عقليه اللاعب يعني ايه؟ مش ان انا جبت جون انام عليهم، لا، انت لازم تكمل على الاداء ده، ولازم رسالتي ليه ان هو لازم يخلي معدل اهدافه في الموسم فوق ال10، عشان خاطر ان تبدا ان انت تتصعد، وان انت الناس تقدر تتكلم عليك. لكن مجرد ان انت جبت جون في ماتش ما نامش عليها، لا، انا لازم اكمل الاداء ده. احسن حاجه كمان النهارده الجماعيه في الاداء، طبعا الجماعيه والاستحواذ وسيطره الاستحواذ ده ب 8 اهداف.